غربي متواصل إلى ما لا نهاية. واضح معز. وقاعدين سألوا فينا على خطة الجنراليت، راهو حكينا على خطة الجنراليت، من بعد تلقاوها بالتفاصيل في الفيديو يوتيوب على ديوان اف ام. تفضل معز. على الكلام اللي قالوا سليم بالنسبة للحصار اللي تعمل فيه الكيان الصهيوني على منطقة شمالية لغزة، ولهنا الولايات المتحدة متساوش اللي هي وافقت البارح وحددت المدة ب 30 يوم. معناها وانا وذا الغريب اللي يقول لك اي مثالش جوحهم وقتلهم، واللي مريض يموت، واللي والاطفال اللي في الكوفيز يموتوا، والحالات الخطيره يموتوا، اما مثالش ما تفوتش 30 يوم. بالنسبه لي انا الكيان الصهيوني والولايات المتحده بالنسبه لهم هما هذه الفرصه الوحيده والاخيره لفرض خارطه الشرق الاوسط الجديد، على خاطر اذا ما تصيرش تو ما عادش تصير. وبالنسبة للكلام اللي قالوا سيبوا الباب وهذا صحيح، الحدود مع تركيا ما تنساوش الكيان الصهيوني من أكبر المبادلات التجارية اللي عنده مع تركيا، وزاد كيف كيف ما تنساوش اللي فما الغاز اللي موجود، معناها الغاز اللي موجود في البحر المتوسط اللي توا معناها الكيان مستعد يعمل حرب كبيرة. إذا ناخذوا الغاز هذاك ونعمل حدود مع تركيا والبايب لاين اللي هو تولي من أكبر المزودين تاع الغاز لأوروبا، هذا هو الهدف. وراه كل حاجة تعملها الكيان الصهيوني عنده أهداف اقتصادية، ولا معناها حتى الشرق الأوسط الجديد ومن النهر إلى البحر ما هي إلا أهداف اقتصادية بحتة، اللي هي الكيان الصهيوني يحاول إعادة رسم الخارطة الاقتصادية للعالم، وهو يكون من أكبر متوقعين فيها. لهنا نرجع على كلمة بالنسبة للساحة الثانوية للقتال، لهنا جيروزاليم بوست سماح قال حان الوقت لوقف إطلاق الوقف القتالي لإيجاد تسوية حضارية. خذ بالك معايشكم، فما كلمات ساعات يكتبوا فيهم يقول حضارية للصراع من أجل العائلات المفجوعة والقلوب المكسورة من الطرفين. والله هذا المقال خرج اليوم من بعد 41 و 42 ألف شهيد، ولا يقرق قلة حياء. ولهنا واعتبر مقال الوضع القائم يعيد إسرائيل قوة محتلة، معناها توا باش يولي قوة محتلة إذا باش يتمكن من معناها باش يتمركز لمدة طويلة في شمال غزة باش يولي قوة محتلة. ويقول اللي نيتها قضاء بعض سنوات سيئة في غزة، ولهنا باش تكون سيئة عليهم وعلى الغزاويين، على خاطر لهنا باش يدخلوا في مستنقع كبير. وكان نجم نعطيك بعض المقالات الأخرين، أنا المواقف اللي ضحكوني، مقال مش ضحكوني هذا مقال لضابط إيرلندي متقاعد بالنسبة للاعتداءات على اليونيفيل. في عام 96 صار نفس السيناريو، وقع الاعتداء على اليونيفيل لإبعاد موذي، هو يأكد النية تاع الكيان الصهيوني لإبعاد قوة اليونيفيل باش هما يكونوا يعملوا اللي يحبوا. وتل ضحكني زاد هذايا نيويورك تايمز تقول تل أبيب وافقت على تحديد أهداف عسكرية بإيران، وأنا لهنا بالنسبة لي أنا هذه نقراها قراءتين، هذه أما عملية ابتزاز أو دعوة للمفاوضات، على خاطر هي وصلت توا في باب مسدود اللي هي أما باش تقعد تبتز في قوى الغرب، خاطر هي قالت كيف كيف زاد هي أكدت أنها لن تعتدي على على آبار النفط والمنشآت النووية، خاطر نعرفوا إذا تضرب إيران راهو فما 12 مليون برميل يوميا ينقص. ولهنا وقتها ولهنا يقول لك أمريكا قالت عنا شبه تأكيد من مسؤولين شبه تأكيد اللي هم لن يعتدوا. وأنا والله العظيم قاعد نقرا فيه من جرائد الأجنبية شيء يضحك، شيء يضحك، شيء يضحك. سيد عميد، في المقابل كيف نجحت أو تنجح اليوم المقاومة اللبنانية في التصدي لكل هذا، وشو التكتيك اليوم لو كان نحاولوا نفهموا استراتيجيا وعسكريا ضربات المقاومة اللبنانية؟ والله الحقيقة لأول مرة سأختلف مع أخي بولبابا. بولبابا صحيح قال فما مخطط، لكن اللي وقع مش مخطط، اللي وقع أنه إسرائيل دخلت من الأول ساعة كلات ضربة 7 أكتوبر لم تكن تنتظرها بالمرة. هذا المخطط يزمي خط طول، وما إسرائيل ما خططش 7 أكتوبر. التخطيط كان هو وعد القضية الفلسطينية والتطبيع مع الدول العربية بدون حرب، وكانوا ماشيين الأمور 5 على 5. 7 أكتوبر قلب كل شيء، قاموا بأخطاء، دخلوا الحرب من أجل الانتقام من الأول، وكانوا يظنون أنهم في وقت قصير سيقضى على المقاومة في غزة وتنتهي الموضوع. يا أخي فاقوا اللي هم دخلوا فخ بأرجلهم. ليش دخلوا فخ؟ لأنه كانوا ينتظرون أن غزة محاصرة وسيتمكنون منها ويسترجعوا أسرهم بكل سهولة. اللي جاء جديد واللي هو
طيح كل جاي في الماء، هو ظهور محور المقاومة لما يكون هذا موجود من قبل. يعني جت جبهة اسناد من الشمال، جبهة اسناد من الجنوب، وجبهة اسناد من الشرق. اذا تفطنوا انهم وقعوا في فخ اجبرهم على الهروب للامام. ما عادش عندهم تو العملية، ولات عملية وجودية، لانه باش نربحوا الحرب، وقال حاط فرضية سي بلبابا باش نربحوا الحرب، باش نربح الحرب لازم يقضي على لبنان الكل، على المقاومة اللبنانية وقوامها، والعراق ألف صاروخ و100 ألف رجل. وشفنا عندهم 17 يوم 500 متر مشاو، راهو نتكلموا على كفر كلا، ونتكلموا على كفر شوبه، ونتكلموا على عديسة، نتكلموا على فضيحة. راهو يعني ستة فرق يا أخي، ستة فرق بالحرب العالمية الثانية تمشي 150 كيلومتر في النهار، راهو عسكري نتكلم، مش رامي ورود. لما انت عندك انت قوه نتاع سته فرق وفيهم زوز فرق مدرعه تمشي 150 كيلومتر في اليوم، مش 500 متر. اذا سيبوا الباب، راك نسيت اللاعب الاكبر هذا والمخطط. انا مخطط يا ود، نسيت اللي فيدو اللي فيدو الصوت، نسيت ايران. انت كيفاش باش يعملوا الشرق الاوسط وتركيا كيفاش وقت الخيوط الحقيقيه؟ اش قالوا انت شفت اسرائيل قبل وخرت شهر باش تعاود ترد الفعل؟ تي كانت اسرائيل ترد الفعل 24 ساعة. ليش؟ يدل على التخبط والخوف وحسابات استراتيجية. لو كان نعمل نضرب هكا ايش باش يصير؟ وزعمة كيف سيكون الرد الايراني؟ يعني العملية اصبحت هروب الامام. ونأكد لك اللي داخل في الغرف المغلقة راهو ازمة، راهم يعيشوا في ازمة، لانه فهموا اللي الفخ اتطربق عليهم، ما وقعوا في فخ وانتهى الامر. في دقيقه سيد عميد، لو نحكيوا على الضربات هذه، ضربات حزب الله. انا قلنا سيدي انا ماني عسكري. اللي قاعد يعمل فيه تعمل فيه المقاومه اللبنانيه اقسم بالله يدرس. اليوم شو عاملين؟ كيف تمكنوا من جعل الست فرق لا تتقدم الى 50%؟ يضربوا في القواعد اللوجستيه، يعني عندهم المدفعيه وعندهم صواريخ خاصه، الان يضربوا في لونير دو لاغيرا عصب الحرب. يعني اولا القوات الامام معناها فخولهم الدنيا الكل. وش عاملين؟ كما قلت لك سامح فكر لي متوله، المرتفعات، المرتفعات هي اللي تسيطر على الميدان واللي يفيد المقاومه اللبنانيه، وهذاك المعضله نتاعهم. ثم انه باش قوات تتقدم لابد ان وراها يتقدم اللوجيستيك نتاعها، يعني الذخائر والمؤونه والمحروقات. شو عملوا هما تو؟ تو يطبقوا في العلم العسكري بنسبة 100%، يضربوا في القواعد اللوجستية المتحركة، ويضربوا في مراكز القيادة بعينها. هذاك اللي شل وخلاهم راهو اليوم عايشوا هما توا يحبوا يبعدوا اليونيفيل، مش راهو اليونيفيل مطالب انا كنت ضربوا ضربوا على خاطر اليونيفيل هو اللي باش يقول الحقيقة، باش يقول راه القوات الصهيونية القوات الإسرائيلية تلقى صعوبات ولم تتقدم، راهو فعد خسائر كبيرة. هذاك الخوف من تقارير اليونيفيل بالضبط، يعني هو سموه لرابور كوتيديان، يعني التقرير اليومي كل يوم يبعث الامم المتحده ويبعث الصحافه ما يحدث على الميدان. هذا المشكل لو بتاعهم. اذا وقعوا في فخ اللي هو دايلي ريبورت اللي ما عادش قاعد، وقعوا في فخ قاتل لن يخرجوا منه.